خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو اي الو الو ايوه ايوه فندم مساء الخير. ليه اتعرف بيك؟ يعني انا ما اقولش. ممكن جدا ما تقولش اسمك. طب كام سنه؟ 22. مرتبط حضرتك؟ انا متجوز. انا يعني اول حاجه احب اشكرك جدا والله. انا شفت المعلومه دي كانت دايما بتفرج عليك زمان قوي يعني. ربنا يخليك. ميرسي يا حبيبي ما تحرمش منك. 22 سنه ومتجوز؟ هو انا يعني احنا حالتنا الماديه مرتاحه. اول ما اتفرجت على يعني كان عاوز ان انا اتجوز على طول. كمان انا وحيد يعني. اتجوز بقالي 9 شهور. حاسس بقى ان في حاجات غريبه. طب انت بتتكلم من موبايل مش كده؟ من موبايل. طيب انت في الشارع سايق؟ لا انا في العربيه. ينفع اتكلم من البيت؟ انا في العربيه تحت. طيب انا بس انت شكلك بتتكلم كمان من اللاود سبيكر بتاع التليفون من الكاركت بتاع العربيه مش كده؟ طب ما تحط التليفون على ودنك يا معلم عشان اعرف اسمعك كويس. احط العربيه خالص. تمام كده الصوت واضح؟ ايوه كده احسن كتير. تمام. قول لي بقالك 9 شهور متجوز. انا يعني في الاول الجواز خالص الموضوع كان كويس جدا بس بعد كده ابتديت احس بقى ان في حاجات غريبه بتحصل في البيت. يعني مثلا باجي امسك تليفونها الاقي عليها صور مش كويسه بغض النظر يعني ان انا عمري ما طلبت منها حاجه زي كده. يعني فشكيت جدا. عندها كام سنه؟ هي قدي. كانت معايا في الكليه. متجوزين عن حب يعني بنحب بعض. أوي. بتلاقي على تليفونها صور ليها هي مش كويسه؟ صورها هي. ويعني جيت اتكلمت معاها في الموضوع فزعقت لي وقالت لي انت ازاي تشك فيا ومش ازاي تشك فيا وانا بحبها جدا. ايوه بص عايز اقول لك حاجه. في بنات بيحبوا يقعدوا يصوروا نفسهم كده. ما هي قالت لي كده. قالت لي انت ازاي تتدخل في حياتي وازاي تقول لي مثلا الصور دي عامله ازاي بس انا اخدت الموضوع ان هي بتحب تصور نفسها بس بعد كده بقى يعني بقيت اجي من الشغل بحكم شغلي انا برجع الساعه مثلا 6 7. في جارنا يعني هو سباك وفي نفس الوقت يعني ساكن معانا في نفس البيت. ففي مره روحت البيت لقيت ان الراجل ده عندنا. طبعا يعني اللي هو انا دخلت كده استغربت في ايه بس فطلع بقى ان هو لقيته ان هو بيصلح الحاجات وبتاع وابتديت بقى اشك. انا شكاك يا اسامه يعني انت لقيته بجد مطلع عده وفاكك حاجات بيصلحها ولا لسه هيبتدي ولا حاطط العده يعني احتياطي عشان لو انت جيت؟ ايوه هو كان بيصلح بس كان في مشكله يا اسامه. وهو ماشي الجزمه بتاعته ما كانتش بره. فاهمني؟ فشكيت في نفسي بقى يعني ايه الجزمه ما كانتش بره؟ معلش وضح لي اكتر. ان هو دخل بيتكم بجزمته يعني. هو انا ما لقيتش جزمته بره. هو ما خرج بره قعد يدور عليها ما لقاش الجزمه خالص يعني. فقدت الثقه في نفسي بقى وفي الاخر من الاخر يعني اسامه لقيت الجزمه في اوضه النوم يعني. طبعا رحت كلمت والدي وقلت له انا يعني شكيت في الموضوع وطبعا لما اتكلمت معاه زعقت لي تاني. بس انا مش عارف اعمل ايه يا استاذ. مش عارف. والدك قال لك ايه لما قلت له ده؟ ايه؟ والدك قال لك ايه لما قلت له على الموضوع ده؟ قال لي طبقها على طول يعني مفيش كلام بس انا مش قادر اعمل كده يا استاذ. مش قادر. انا بحبها يا استاذ. بحبها. لا بص مهما كنت بتحب وعاشق ودايب والدنيا مقطعك في حاجات ما ينفعش فيها. اصل انا بحبها. قادر يا اسامه. حاولت. بص عايز اقول لك حاجه. الست اللي بتصور نفسها على الموبايل وهو خلافه ليها الف حل. ان احنا نتكلم يا بنت الناس الموبايلات بيتعمل عليها هاك. والموبايلات دي لو بعتي موبايلك او موبايلك ضاع منك صورك عليها هتبقى الصبح موجوده على النت وهتبقى فضائح بجلاجل فاحنا ما نعملش كده. البسي في البيت اللي انت عايزاه وقفي قدام المرايه وارقصي وتنططي وعيشي مع نفسك زي الفل ما فيش فيها مشاكل. انما صور على الموبايل لا. ما فيش الكلام ده. ده ممنوع. تاني حاجة مفيش حاجة اسمها زعقت لي. دي مش في قاموس أي راجل.
اه ممكن مراتك تحتد معاك في الكلام وتتخانق وانت صوتك يعلى وصوتها يعلى وتخانقوا مع بعض، انما زعقت لي دي انت حتى ما تقولهاش لنفسك، بس واخد يا بالك؟ استاذ انا عايز افهمك حاجه، بحبها قوي يا استاذ، يعني حلو جدا انك بتحبها قوي، بس بتحبها قوي لا كل حاجه هي عايزاها، بس ساعات بتحب تروح الساحل بدنا فلوس تروح هي واصحابها عادي، وانت فاهمني ساعات انا بطلع معاهم، ساعات بيبقى بحكم شغلي طبعا ما بقدرش اروح. لا بص بقى يا ابن عمي، انت صغير شوية ومحتاج الدنيا تتحط لك نقط على الحروف، ممكن لا يعني يا استاذ مش فاهم، هقول لك بس اوضح لك شوية حاجات. بس انا سؤال في الاول عايز اسأله، ما سألتهاش جزمة الراجل ده دخلت اوضة النوم ازاي؟ طبعا يعني انا قلت لها كده و يعني قعدت اسالها بقى، ففضلت برضو ايه تتكلم بنفس الطريقه، انت مش بتثق فيا ايوه يا ستي انا مش بثق فيكي او بثق فيكي، مش موضوعنا. جزمة الراجل ده دخلت اوضة النوم ازاي؟ ما مش عارف، ما هي اللي ترد مش انت اللي هترد. هي قالت لي انا مش عارف، هو بتقول لي ان هو الراجل كان مستعجل جدا فدخل على طول، ودخل قاعد يصلح في الحاجه وبتاع، بعدين كان عايز يعني كان في سجاده كده هي قدام المطبخ بتقول تخفف يوسخها، فقام حط الجزمه على جنب، هي قالت لي يعني بدل ما الجزمه تبقى محطوطه كده تحطها في حته على جنب بس، عشان مش عارف يعني فضلت تقول في كلام غريب كده، وده بقى اللي خلاني ابتدي اشك وابتدي افتح والدي في الموضوع، بس انا ما ثبتتش عليها حاجه يا اسامه 100% فاهمني، فانا بقى دلوقتي مش عارف اعمل ايه. طب هل معلش انا خدني واحدة واحدة بس عشان الموضوع مهم، السباك ده شاب صغير يعني من دوركو كده؟ يعني هو في سن الثلاثينات كده شوية، هل طريقة نظراتهم لبعض وهم قاعدين وهو في البيت وبتاع، ولا انت شافك الكرب الكهرب قلق؟ يعني في كان في نظرات كده، طيب بعدين يعني انا اول ما دخلت كده لقيته اتلجلج كده واللي هو اتلخبط بقى طيب هل يجوز يا باشا الست تدخل حد بيتها من غير ما ترفع سماعة التليفون وتستأذن جوزها تقول له انا هجيب السباك اللي جنبينا عشان يصلح لي كذا اللي بايظ؟ يعني كان في مشاكل يعني كان في مشاكل في بتاع في الحوض، انا اللي كنت قايل لها على الموضوع، فهي كلمتني قالت لي ده السباك جاي، قلت لها خلاص خليه يجي وانا جاي في الطريق. يعني هي قالت لك السباك جاي؟ طيب ما هي طالما قالت لك السباك جاي وانت قلت لها انا جاي في الطريق، يبقى هي عمرها الست ما هتكون هتلعب بديلها، دي كلمتك قالت لك الحوض والدنيا ومش عارف، قلت لها طب اطلبي السباك، طب السباك جاي، طب انا جاي في الطريق، يبقى الست دي والجزمة مش بتلعب. أنا إيه اللي ودى الجزمة أوضة النوم؟ المشكلة إن هي عصبية، تيجي أتكلم معاها بتتكلم اللي هو عصبية بتزعق، أنا مش عارف بص مش يا بيه، عارف بص 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 معلش، الراجل اسمعني بقى وركز معايا في الكلمتين دول، دول سامعك قوانين كده، القوانين دي علي الراديو بقى عشان تسمعني حتى لو المكالمة قطعت، دي قوانين كده هتحطها في حياتك بعلاقتك بمراتك مبدئيا، هتقعد معاها وتحط النقط على الحروف. مبدئيا صوتك ما يعلاش عليا، لو عايزين نتكلم عصبية مش عصبية، مجنونة مش مجنونة، مجنونة انا اجن من اللي جابوكي، صوتك هيعلى عليا هرجعك عند ابوكي. الست لما تعرف انك ممكن تبيعها في لحظة تغدر وتقلب ويجليك وش تاني هتبقى ماشية عادل، انما الست اللي تلاقي جوزها ناخخ وضعيف وانا بحبها طيب خلاص ما تزعليش طيب اسمعي كلامي، لا ما بياكلش معاها ولا هيبقى ليك قيمة ولا احترام في عينيها ابدا، فاهم؟ دي اول نقطة، يعني صوتك يعلى انت عارفة انا ممكن اتغاب عليكي غباء هيزعلك مبدئيا يعني، اوكي؟ مفيش عندي واحدة ست صوتها يعلى علي، دي اول حاجة. مفيش حد يدخل بيتي الا بمعرفتي واكون موجود، صنايعي وريفر جاي يصلح جاي يعمل، انا قوليلي الحاجة الفلانية دي شغلانة رجالة، انا بجيب الصناعية اللي بتصلح وبتعمل، الحوض بايظ يولع الحوض يكشي تقعدي من غير حوض 3 ايام، لما افضى هجيب لك السباك مبدئيا. هطلع الساحل مع اصحابي، لا يا حبيبتي الكلام ده كان ايام بابا، دلوقتي انت متجوزه راجل مفيش حاجه اسمها اطلع الساحل مع اصحابي، خلصنا، نطلع الساحل احنا اسره، انا راجل ومراته هنطلع الساحل سوا ونيجي سوا، خلصنا على كده. عايزه تروحي تزوري امك تزوري ابوكي على عيني وعلى راسي، انا مش قلق علي ولا اشك فيكي ولا حاجه، اتحركي عادي جدا، اوكي؟ صور على الموبايل، تشات على الفيسبوك، الحاجات دي انا ما بحبش الكلام ده، ومن حقي ان انا اسالك مين ده
واعمل لك لايك على صورتك ليه وتعرفيه منين؟ انت بتشك فيا ما بتشكش فيا؟ الحبتين دول مش هياكلوا معايا، خلي كلامك واضح وصريح. وش اتقمصت راحت عند ابوها بسبب كلمتين اللي انا بقولهم لك دول، تغور في داهيه وتقوم عصر على قلبك ليمونه ودايس عليه برجلك وماسك نفسك شويتين لحد ما ترجع لك تاني، وهترجع لك تاني. انما حاله انت عملتي ده، انت تقوم هبشه في وشك. طب انت بتشك فيا انا ما بقالش، تقوم هبشه في وشك، تقوم انت ناخخ، هتفضل طول عمرك ناخخ. بص يا عم الحاج، يا تعيش فهد يا تعيش قطه، يا تعيش راجل مالي بيتك ومالي مركزك وليك كلمتك وحاكم بيتك، يا تعيش فهمي مالكش فيه. قرارك، خد موقفك كده وامسك نفسك وقف احكم بيتك، لان اللي بيتحكم من اول يوم بيمشي طول العمر. الست اللي تسخن على جوزها، وكتير جدا من الستات في اول علاقة الزوجية تقوم داخلة هبشة الهبشة اليمين كده، متخيل ان ايه، هتشوف بس تجس انت رايح فين وجاي منين. اول ما تنخ بقى خلاص شكرا ملكتك. انما لما تلاقي اللي بتهبش فيه ده راجل وما بيقبلش، بتفضل مراته الطوع طول عمره.